الوجود الأمني المكثف حول جامعة كولومبيا العريقة في نيويورك يعكس حالة الاحتقان داخل حرم الجامعة في ظل مواصلة الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للحرب في غزة، وما يعكس حدة التوتر. طلب رئيسة الجامعة نعمة شفيق الأسبوع الماضي من شرطة نيويورك التدخل لإزالة مخيم الاحتجاج، وهو ما عرضها لانتقادات شديدة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في وقت تواجه فيه ضغوطا شديدة من مشرعين في الكونغرس والجهات المانحة لفعل الشيء نفسه هذا الأسبوع. حتى الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن هذه الاحتجاجات، وركز في بيان رسمي له على مزاعم لدعوات للعنف ضد اليهود. الناشطون انتقدوا بدورهم بايدن لفشله في التحدث أو الإشارة إلى القمع المستمر للنشاط المؤيد للفلسطينيين في الجامعة، واختياره التركيز على حوادث معزولة. حسين الطود، العربية، من أمام جامعة كولومبيا في نيويورك.